مساء الخير. راح نحكي بهالفيديو كيف أنا في أمنع الاتصال برقم معين أو بدولة معينة عن طريق البدالة إكسونتيل S200، أو كيف أنا في أعمل بلوك على رقم معين وإني أمنعه من إنه يتصل فيي على بدالتي عن طريق الخطوط الخارجية اللي موصولة على البدالة، وهيك أنا بعمل سكيور على مستوى الأرقام للبدالة إكسونتيل S200. هلأ هاي شو بفيني أنا إذا مركب البدالة ببيتي، إذا مركب البدالة بمكتبي وبدي أمنع أشخاص معينين إنه يتصلوا على سبيل المثال دولي، أو يتصلوا برقم معين دولي، وهيك أنا في أعمل كنترول على البدالة تبعي. راح نشوف الطريقة. أول شي طبعا راح نفتح براوزر، بعدين ندخل اي بي البدالة، الاكسس اللي هو ادمن، الباسورد اكسونتل ديفولت يوزر نيم اند باسورد. طبعا انا اروح على بي بي اكس ادفانس سيتنج. هون في شيء اسمه عندي بلاك ليست، راح اعمل اد بلاك ليست، وهون في حط الرقم وات ايفر الرقم، مثلا 180 888، هذا الرقم بدي امنع الاتصال فيه، فانا بحطه اوت باوند، وهيك اي اكستنشن موجود على البدالة ما راح يقدر يتصل بهذا الرقم. طبعا نعمل سيف apply change. طبعا اذا انا بدي امنع رقم من انه يتصل فيي على البدالة عن طريق الخطوط الخارجية، بس انا بروح بحط هون الرقم كمان على سبيل المثال 180000 whatever الرقم، وبتختار inbound يعني المكالمات الواردة، وبعمل save apply change. هيك بكون منعت الرقم اللي هو 180000 انه يتصل فيه عن طريق الخطوط الخارجية من برا. ممكن يكون هذا الرقم اتصل عم يزعجني، ممكن يكون رقم ما بدي يتصل فيه، فبحطه بالبلاك ليست. هلا هاي بالنسبة كيف انا بمنع الاتصال او الاستقبال من رقم معين. اذا بدي انا امنع الاتصال على دولة معينة، يعني على سبيل المثال كل شيء بيبدأ ب 00965 ما يتصل برا، او اكستنشن معينين هو اللي يقدروا يتصلوا وباقي الاكستنشن ما يقدروا يتصلوا على هاي الدولة. فانا راح اروح على الاوتباوند، اوتباوند كنترول كول كنترول اوتباوند روتس، اوكي، وراح اعمل اوتباوند، اوكي، راح اقول انه تو كويت الاسم تبعها، اوكي، باسورد لو انا بدي احط باسورد، وهون راح اقول انه اي شيء بيبدا بالدوله اللي انا بدي امنع عليها الاتصال انه 00965 strip 0 prepend. هون راح اختار انا اختار الاكستنشن اللي بيقدروا يتصلوا وباقي الاكستنشن ما بيقدروا يتصلوا. على سبيل المثال انا راح اختار 300 301 301، انه هون يقدروا يتصلوا عن طريق الترنك او الخط الارضي اللي موجود عندي انا، اللي انا مسميه الناشونال كولز، اوكي. وهيك انا بكون عملت رول على البدالة تبعي انه بس الاكستنشن اللي هن 300 و301 هن اللي بيقدروا يتصلوا انترناشونال كول، وباقي الاكستنشنز ما بيقدروا يتصلوا انترناشونال كول على الدولة اللي انا حددتها هون اللي هي 00965. طبعا هون المثال عن دولة الكويت. راح اعمل سيف، راح اعمل ابلاي تشينجد، وهيك انا بكون عملت رول عندي
مشان انا امنع بعض الاكستنشن الموجودين عندي على النتورك او على البدالة انه يقدروا يتصلوا بدولة معينة او برقم دولي معين. وشكرا.